قمر الطائي تكشف نور مروة لنا محمد وسبب خلافها مع بيسان اسماعيل. نعم مثل ما سمعتوا، فشاركت قمر الطائي مجموعة من الاستوريات من خلف كواليس تصوير حلقة مقابلتها مع كارول ضمن برنامجها Get Real with Carol، حيث من المعروف على البرنامج أسئلة كارول القوية واللي دائما بتجيب على كل تساؤلات المتابعين، وخاصة بخصوص الخلافات اللي بتكون بين اليوتيوبرز. فشفنا سابقا استضافتها لكل من نارين بيوتي ونور ستارز وغيث مروان وإجابتهم على تساؤلات الخلاف اللي كان بينهم سابقا وقت دراما البرتقالة، وشفنا أيضا رد بيسان اسماعيل عن حقيقة خلافها وانفصالها عن أنس الشايب. هذا اللي خلى المتابعين يتحمسوا أكثر لحلقة قمر الطائي، خاصة من بعد ما صرحت أنها جابت العيد بالحلقة. جايز خلصنا. هيك جايز حلقة اسمع حل شكلي بعدك قادرة تحكي. أنا مستغرب إنه بعدها قادرة تحكي عن جد. سمحتي يا شخصيتي قوية. شخصيتي قوية عن جد. شو رأيك؟ جايز الحلقة اسمع شخصية كارول المذيعة غير شخصية كارول الحقيقية. طلعت سيريس كلش وحكي يعني. لحظة شو عم تحكي علي على ستوري تبعي؟ لا يعني انه احلى انه قوية شخصيتك. قوية شخصيتك بس صرت بحقيقة ضعيفة. تعرفوا لي عم بقول هيك؟ لا بس بتيني هلا ما بيهمني، المهم طلعت مني كل شيء. ما طلعت يا محتوى يعني العيد هنا. والجمهور ينتظر كشف قمر لحقيقة خلافها مع نور مار وتفاصيل الخلاف وصلحها مع لانا محمد والسبب الحقيقي لخلافهم سابقا، واخيرا حقيقة خلافها مع بيسان اسماعيل وبرهم مع الراوي والسبب الحقيقي للخلاف من بعد صداقتهم القوية سابقا. فشو رأيكم أنتو؟ هل رح تكشف قمر الطائي عن كل هالتفاصيل بنظركم بالمقابلة أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في كن دائما الأقرب.